السلام عليكم. دائما في العاب القتال نلقى شخصيات كثيره نقدر نلعبها، وفي العاب تلقى فيها شخصيات مره كثيره. في هذا الفيديو راح اتكلم عن توب 10 لاكثر العاب قتاليه تحتوي على شخصيات. في المركز العاشر عندنا لعبه Ultimate Marvel vs Capcom 3، واللعبه نزلت على بلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 والبلاي ستيشن فيتا. وزي ما انتم عارفين في اللعبه دي تحتوي على شخصيات كثيره، السبب الرئيسي لانه فيها معظم شخصيات وابطال مارفل، وايضا معظم شخصيات وابطال كابكوم. وفيها 36 شخصية من الجزء اللي قبله اللي هو Fate of the Two Worlds. بعدين يوم نزلوا نسخة الألتيمت مارفل فيسس كابكوم 3 أضافوا عليها 12 شخصية. بعدين على نهاية السنة نزلوا إضافة يوجد فيها شخصيتين، وكذا يصير عندنا مجموع 50 شخصية موجودة في اللعبة تقدر تلعب فيهم. وفي المركز التاسع عندنا لعبة سوبر سماش بروز، واللي نزلت على الجهاز المحمول 3DS وأيضا الجهاز المنزلي الوي يو. ومعروفة سلسلة سوبر سماش بكثرة الشخصيات اللي فيها، واغلب الشخصيات اللي فيها من ابطال نينتندو، وايضا فيها شخصيات ما هي من نينتندو مثل سونيك وبايونيتا وريو من ستريت فايتر. واللعبه فيها 51 شخصيه، ومع الاضافات في 7 شخصيات اخرى، والمجموع يصير 58 شخصيه. في المركز الثامن عندنا لعبه تيكن تاك تورنمنت 2، واللي نزلت على اجهزه الاركيد والبلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 والوي يو. ومعظمنا نعرف ان سلسلة تكن فيها شخصيات مرة كثيرة، وفي هذا الجزء حطوا اغلب شخصيات سلسلة تكن في هذا الجزء، ويبلغ عدد الشخصيات اللي تقدر تلعب فيهم في اللعبة هو 59 شخصية. في المركز السابع عندنا لعبة Mortal Kombat Armageddon، واللي نزلت على جهاز بلاي ستيشن 2 والاكس بوكس والوي. وسلسلة Mortal Kombat معروفة بالعنف وايضا الدموية الزايدة اللي فيها، وفي هذا الجزء اضافوا جميع شخصيات Mortal Kombat اللي ظهروا في السلسلة، وايضا فوق كذا اضافوا شخصيتين جديدة واللي هم ديجون وتيفن، وكذا يصير العدد 62 شخصية يمديك تلعب فيهم، بس ولكن على نسخة البلاي ستيشن 2 والاكس بوكس. اما نسخة الوي اضافوا شخصية جديدة وهي كاميليان اللي ظهرت في نسخة النينتندو 64، ويصير عدد الشخصيات اللي موجودة على نسخة الوي 63 شخصية. في المركز السادس عندنا لعبة King of Fighters 2002 Ultimate Match، واللي نزلت على جهاز بلاي ستيشن 2 والاكس بوكس 360 والبي سي. وسلسلة كينج اوف فايترز هي معروفة وغنية عن التعريف، وقدموا لنا اجزاء جدا جميلة، وهذا الجزء نزل اول شيء في اليابان وبعد فترة نزل للعالم كله، ويبلغ عدد الشخصيات اللي مديك تلعب فيهم في الجزء هذا هو 66 شخصية. في المركز الخامس عندنا لعبة ناروتو شيبودن التيميت نينجا ستورم جينيريشنز، واللي نزلت على جهاز بلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360. وانمي ناروتو مشهور بعدد الشخصيات الكثيره في المسلسل، وفي اللعبه يوجد 72 شخصيه يمديك تلعب فيهم، بس ولكن ما راح نحسب ال 15 شخصيه للسبورت لانه اصلا ما يمديك تلعب فيهم. وفي المركز الرابع عندنا ايضا لعبه ثانيه من سلسله ناروتو، وهي ناروتو شيبودن التيميت نينجا ستورم 3 فول بيرست، ونزلت اللعبه على جهاز البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 والبي سي. في هذا الجزء يوجد فيه 81 شخصية يمديك تلعب فيهم، والجزء اللي قبله ال 15 شخصية اللي هم السبورت، فهذا الجزء يمديك تلعب فيهم كشخصية رئيسية. وفي المركز الثالث برضو عندنا لعبة ثانية من سلسلة ناروتو، وهي ناروتو شيبودن ألتيميت نينجا ستورم ريفولوشن، واللي نزلت على جهاز بلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 والبي سي. ونزل الجزء هذا بعد ما اصدروا 220 حلقة للانمي. وفي اللعبة في 118 شخصية ممكن تقدر تلعب فيهم، واللي يميز العاب ناروتو ان لما ينزلون جزء جديد يجيبون كل الشخصيات حقون الجزء اللي قبله، وينزلون جزء جديد ويضيفون عليه كم شخصيه جديده، عشان كذا دائما تلقى العاب ناروتو دائما فيها شخصيات مره كثيره. وفي المركز الثاني عندنا لعبه دراجون بول زد، واللي نزلت على البلاي ستيشن 2 وجهاز الوي. معروف ايضا المسلسل الشهير والانمي دراجون بول زد على كثر الشخصيات اللي موجوده عندهم في المسلسل، وعدد الشخصيات اللي تقدر تلعب فيهم في اللعبة هو 161 شخصية، ومعظم الشخصيات اللي راح تشوفهم في اللعبة ظهروا في دراغون بول ودراغون بول زد ودراغون بول جي تي، وأيضا بعض الشخصيات من الفيلم. وفي المركز الأول عندنا لعبة توبول 2، واللي نزلت على جهاز بلاي ستيشن 1. وهذه اللعبة فيها شخصيات جدا جدا كثيرة، من كثرهم حطوا لهم رقم قياسي في كتاب جينيسيس الأرقام القياسية لأكثر شخصيات موجودة في اللعبة، وعدد الشخصيات اللي موجودة فيها هو 200 شخصية ممكن تقدر تلعب فيهم، بس ولكن أنا بصراحة ما عمري لعبت اللعبة، بس إذا أنت لعبت اللعبة هل لعبت بجميع الشخصيات أم لا؟ وشاركنا تحت في التعليقات عن تجربتك مع اللعبة.
وكذا نوصل لنهاية المقطع. إن شاء الله المقطع ينال إعجابكم، وإذا عجبكم لا تنسون الضغط على زر اللايك عشان نستمر في السلسلة وتشجعونا. كان معاكم عمران الحازمي، ولا تنسون تتابعون الحلقات السابقة، ومع السلامة.